أكدت السيدة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2024 شهدا تزايدا في أعداد العارضين البحرينيين بنسبة تجاوزت 30%. وقالت بوحجي إن المعرض شهد هذا العام إضافة جديدة ومميزة تتمثل في السوق البحريني، وهو مساحة مخصصة للتجار البحرينيين لعرض التصاميم البحرينية المتميزة التي تحظى بإقبال واسع من الزوار من داخل وخارج مملكة البحرين. أضافت الرئيس التنفيذي أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 700 مشارك ومصممين عالميين من مختلف دول العالم، وهو ما تحقق بفضل الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص التي عززت مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة لاستقطاب المعارض العالمية. هالسنة يمكن شوي سنة مختلفة، عندنا أكثر من 700 عارض مشارك معنا من أكثر من 27 دولة من مختلف العالم، عندنا زيادة في نسبة العارضين البحرينيين بنسبة تقريبا 30%، شيء حلو أن نشوف العلامات التجارية أو العلامات في سوق المجوهرات الكبيرة اليوم موجودة، وكذلك المصممين اللي توهم مبتدئين ونشوف تصاميمهم الحلوة، تصاميمهم البسيطة البحرينية اللي فيها الطابع البحريني. معرض كل مالك كل سنة يكبر ويتوسع ويستقطب أعداد زيادة من العارضين والزوار، فهاي طبعا نتيجة إيجابية من الناحية الاقتصادية على مملكة البحرين، يعني من التذاكر، من الطيران، من المواصلات، من الفنادق، من المطاعم، كل هاي له طبعا أثر اقتصادي على مملكة البحرين. يعني احنا شراكاتنا مع وزارة السياحة وهيئة السياحة والمعارض، هاي طبعا سر نجاح يعني المعرض الجوهر العربي.